نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لتصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة 50 جنيها. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري والذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة للتصميم المتداول للعملة البلاستيكية الجديدة فئة 50 جنيها، مشددا على أن كافة التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن البنك المركزي. تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بالمدينة، والتي تضم 86 عمارة بها 2064 وحدة سكنية. وأكد الدكتور عاصم الجزار أن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين على قائمة أولويات المشروعات التي تتم متابعتها بصفة منتظمة، حيث توفر هذه المبادرة وحدات سكنية لمختلف الشرائح في مجتمعات سكنية حضرية مخططة، كما أن هذه المبادرة تسهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل وإحداث انتعاشة اقتصادية، ومن ثم هناك اهتمام كبير بها. أعلن وزير الصحة خالد عبد الغفار تقديم 367,334 خدمة من خلال حملة 100 يوم صحة في جميع محافظات الجمهورية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الخدمات التي قدمتها حملة 100 يوم صحة تضمنت 9,403 خدمات ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 25,371 خدمة. اتهمت بيلاروسيا مروحية بولندية بانتهاك مجالها الجوي مرتين في حادث جديد بين البلدين المتجاورتين على وقع توتر شديد. هذا ويخيم توتر شديد بين بيلاروسيا حليفة موسكو وبولندا العضو في الحلف الأطلسي، والتي تقدم مساعدات مالية وعسكرية لكييف. وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما إلى قائد نادي تشيلسي ريس جيمس بسوء السلوك بسبب تعامله غير اللائق مع أحد حكام مباراة فريقه أمام أستون فيلا في الدوري المحلي هذا الأسبوع. ولم يشارك ريس جيمس في المباراة التي خسرها تشيلسي بهدف مقابل لا شيء بسبب إصابة في أوتار الركبة، لكن رغم استبعاده عن التشكيلة تحدث بطريقة غير لائقة مع أحد المسؤولين في النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس. وأمهل الاتحاد الإنجليزي اللاعب 24 ساعة فقط للرد على هذا الاتهام.